طيب بداية خلينا نعرف من حضرتك كده، احنا بنقعد كتير جدا نتكلم عن أهمية الحرب وإزاي استعدينا وكل الحاجات دي، واحنا بنبقى حاسين بالفخر وبنبقى حاسين بالعزة وبنبقى حاسين ان احنا حقيقي عملنا حاجة، احنا الجيل اللي ما حضرناش ولا شفنا ولا عشنا لكن سمعنا من الأجيال اللي قبلنا. نقدر نقول ان أكتر حاجة استفدنا منها من حرب أكتوبر ومن التخطيط لحرب أكتوبر وعايشين لغاية دلوقتي بنستفيد ومكملين في الاستفادة منها؟ ده سؤال مهم جدا. يعني لو احنا شفنا فترة الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر، المشكلة الرئيسية ان نرجع خطوة صغيرة لورا. وبعد حرب 67 كانت القوات المسلحة مدمرة، كنياتها الحقيقة كانت يعني شبه مش موجودة او ضعيفة جدا، ما كانش ينفع تقوم بحرب. هما العالم كله كان حاسس كده، العالم كله ما سياسيا بيبص لنا ان احنا منهزمين، وعسكريا ما حدش بيدي سلاح لحد منهزم، لان السلاح ده سلاح بتاع دول بتسوق بتنتج عايزه تكسب، فادي سلاح منهزم يقول لك هيتدمر على الارض اديله ليه. صحيح. فالناحيه العسكريه كانت في منتهى الصعوبه، والوضع السياسي كان في منتهى الصعوبه، الوضع الاقتصادي كان اصعب واصعب لان قناه السويس كانت مقفوله. نعم. فاحنا فاقدين رافد مهم من رافد العمله الصعبه في الاقتصاد المصري. يعني كان الوضع الحقيقه، يعني انا بقول الكلام ده ليه، عشان برضو السؤال بتاع حضرتك، التحديات والتهديدات كانت موجوده اضخم بكتير جدا من اي حاجه موجوده دلوقتي. ومع هذا المصريين ما يقسوش، لا مدنيين ولا عسكريين ولا قياده، وابتدت مرحله في منتهى الاهميه وهي مرحله اعاده بناء القوات المسلحه واعداد الدوله للحرب. مش قوات مسلحه، القوات المسلحه هي بتقوم بالعمل العسكري لكن الدوله كلها بتحارب. فاعداد الدوله للحرب وبناء القوات المسلحه ده خد فتره قليله جدا، 6 سنين دول يعني فتره يعتبروا في عمر الدول 6 ثواني. هذا الاعداد كان حقيقه باسلوب علمي ومحترف. ودي يمكن عظمه المصريين انه بيجد حلول غير تقليديه لمشاكل بالغه التعقيد. لو احنا قلنا هنستفيد ايه من حرب اكتوبر كجيل ما شافش الحرب وبندرسها، لو درست الفتره دي مدنيين وعسكريين هتلاقي ان هو دايما اي حلول صعبه مستحيله عايزه امكانيات ضخمه بيجدوا لها حلول غير تقليديه. ودي كانت النقطة المهمة جدا اثناء الاعداد الحرب. في نقطة في منتهى الخطورة اثناء الاعداد، وهو كان في حرب الاستنزاف. فإذا كان في حرب يمكن محدش القى الضوء عليها كتير جدا، وهي حرب الاستنزاف قعدت سنين، والعدو كان عنده قوات جوية قوية جدا، كان بيضرب العمق المصري، بيضرب اهداف مدنية، بيضرب القوات. على سبيل المثال كان اعداد القواعد والمطارات الجويه وانشاء مطارات جديده وفيها ممرات جديده ودشم، كانوا بيتضربوا وهم بينشئوا اثناء الانشاء، وكانوا ايضا بيحاربوا وينتصروا اثناء اعداد القوات المسلحه للحرب. فشوف الصعوبه شكلها ايه. انا بنقل الصوره دي لحتى اولادنا دلوقتي، ان خلي بالك التحديات كانت ضخمه جدا والاعداد كان اثناء حرب كمان. فما تلاقي حاجة بتقابلك ما تقلقش، ما تستسلمش، دور على الحلول غير التقليدية. هي دي النقطة، دي النقطة المهمة جدا أثناء فترة الإعداد للحرب. هقول لك مثلا على سبيل المثال فيما يخص القوات الجوية، اتكلم على الطيارات اللي اتدمرت على الأرض في 67. صحيح. عشان ما كانش فيه دشم تحمي الطيارات، الطائرة على الأرض عايزة حد يحميها، عايزة دشمة تحميها، لما تطلع في الجو بقت سلاح رهيب. وبالتالي انا لازم الطيارات دي ليها دشم بمواصفات معينه يتم لا زي الهنجر كده، زي عامله زي الهنجر الكبير بس خرسانه، ليها سمك معين تحط عليها اتربه معينه وشكل معين، بحيث لما يحصل ضربه جويه الطياره جوه الدشمه دي ما يحصلهاش تتاثرش بحاجه.